دعوة من إكسبو قطر، جناح الكويت التابع لهيئة العمل البيئة، وبرعاية من مركز صباح الأحمد للموهبة الإبداعية، جايين اليوم نتكلم عن مشروع غابة الكويت. هذا المشروع التشجيري اللي الحمد لله لقى صدى كبير، وبأقل من سنتين قدرنا نلفت أنظار العالم في قطر وغير قطر. مشروع غابة الكويت هو مشروع لاستصلاح البيئة. وايد ناس تسألني، احنا تبونا من صحراء نروح لغابة؟ اللي اكتشفته من خلال الأبحاث أن أسهل وأسرع وأفضل وسيلة لتشجير الصحاري هو بزراعة غابات. السبب لما تزرع أشجار متباعدة تتعرض لعوامل بيئية، منها الشمس الحارقة، منها الجفاف، ولكن إذا زرعناهم يم بعض يوفرون ظل حق بعض، يصدون تيارات الهواء عن بعض، وكذلك الأشجار المختلفة إذا زرعت يم بعض تسمد بعض. رحلتي طبعا في البحث عن الموضوع ابتدت في كورونا. الاكتشاف الكبير اللي لعب دور في نجاح المشروع هو اني فهمت ان في فرق بين رمل وتربة، وقدرت بطريقة بسيطة جدا ان نحول الرمل لتربة، والتربة هي اللي 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 تعطي النبات القدرة انه يعني ينتعش وينمو بسهولة. وهذا النظام ما هو تأليف، هو النظام حاليا موجود في كل الغابات. من يسمد غابة؟ ما حد. من يسقي غابة؟ ما حد. هي تسمد روحها، وهي سبحان الله رب العالمين خالق فيها نظام يجذب الغيوم. فالأشجار كذلك كثرتها في الكويت ممكن تعدل البيئة، لأنها تجذب الغيوم وتنتج الغيوم بعد، وتزيد معدل الأمطار بإذن الله. أحب أشكر جناح الكويت في إكسبو قطر اللي برعاية الهيئة العامة للبيئة. أحب أشكر مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع على رعايتهم حق الرحلة هذه. شكرا من القلب. أنا فخور أني قدرت أمثل بلدي في مجال صج أحس الكويت والخليج يحتاجونه، وبإذن الله نشوف الكويت من صحاري لغابات على طول.